اليوم قمنا بتسليم بعض المستلزمات خاصة الوقائية بالنسبة لعمال الصحة وعمال النظافة. راكم تلاحظوا كاين لباس واقي، مواد تعقيم وتنظيف، حاويات لاستيعاب الإنتاج الزائد من النفايات الاستشفائية، لباس خاص بالعمال النظافة كذلك لأنهم كذلك هما في الواجهة. اليوم رانا حضرنا، اليوم رانا مع حملة تضامن اللي انطلقت فيها وزارة البيئة والطاقات المتجددة تضامنا مع قطاع الصحة. دونك كانت اليوم الوكالة الوطنية للنفايات حاضرة معنا على مستوى ولاية وهران لاقتناء بعض الأدوات الخاصة بالقطاع الصحي، ومن بينها عدة أجهزة وأجهزة خاصة ب حماية الأعوان الصحة من الوباء.